اهلا بكم في عدد جديد من حصة صريح جدا في عدد اليوم راح ننقل لكم انشغالات مواطني قريتي النسيسة والعرارسة التابعتين لبلدية بطيوة اكبر منطقة صناعية على مستوى ولاية اهران معاناة يتجرع مرارتها قاطنو القريتين منذ الاستقلال امام غياب تام لكافة برامج التنمية تابعوا معنا انشغالات مواطني القريتين أه نشكروا الاولى قناه النهار اللي راهي واقفه مع أه نقولوا إحنا مناطق الظل أه نشكرهم على الزياره مجددا هنا راكم في قريه مسيسه هذه قريه مسيسه ديجا لهنا الصدفه كانت على المقبره هذه مقبره كتشوف فيها شغل تحس بلي هي يعني مهجوره بها بمالها شو مهجوره ما كتشوف ما فيها قال حي طالع شوف لهنا كرمكم الله الكلاب المتشرده قاعده تدور هنا. أه انا على حسب ما هكا بالك الموتى مساكين من بعد يحاسبونا على هذا الامر، ما فيها باب، ما قال دايرين بلاكا زعما مهجوره لدرجه اللي ما تصوروهاش. هنايا هنايا عندنا معاناه قاسيه. منذ مده الاستعمار، ثم نقولوا كان الاستعمار لا غالب، ما, ما كناش مستقلين، كنا مستعمرين. بصح بعد الاستعمار جاء الاستقلال. من 62 وحنا في المعاناة الطريق شوفوا كي دايرة 77 ألف حفرة فيها من تال الدوار تاع العرارسة لاسينيسمون غاز لاسينيسمون لي زيكو ما عندناش مازلنا بلي فوس سيبتيك رانا اون 2021 ال الغاز دو فيل ما عندناش باسكو لاسينيسمون ما كاش يفو كيديروا لي زيكو باش يديروا الغاز سي النورم نورم انترناسيونال اللي تقول كيما هكا حاجه اخرى ولادنا احنا يهودوا منا ابيي يهودوا يتمشاو ما ترونسبور ما كان حتى النقل يطلع المدرسه راهي تبعد حوالي تقريبا واحد 2 كيلومتر ونصف النقل ما كاش ما يطلعش الجماعي يقول ما نطلعش انا طريق مخسره ما النقل المدرسي مشتا ولا صيف ولادنا يتمرمدو طوال مسيسه انا نعانوا منه ما قرعه تاع غاز ولا طريق ولا كسموه اي حاجه انا نعانوا منها ما كنت حاجة رانا رانا نجوز زوج متر زوج متر تاع لتحت تاع على قلعه غاز زوج كيلو متر لهنايا تاع مسيسه دوار مسيسه على قلعه تاع انا جاي منها انا رافدينها من على كتافنا نجو دايما نعانو على قلعه تاع غاز الا حاجه تاع قلعه تاع على حاجه تاع كسمو تاع طريق ما رانا نعانو رانا في راك تشوفوا سكاني مساكن هنا راهم في وقت الاستعمار مازالوا مساكن بالقرمود مازالوا راكم تشوفوا بالحجره هنا راهم ما استفادوا والو ما عطاهم الدعم الريفي وراه كاين الوسع راه كاين زعما مساحه زعما كيما ما لك مشاريع وما يديروهم الدعم يستفادوا وما يستفادوا من حاجه دوك لا سكن لا طريق لا اش نقول لكم لا حياه لمن تنادي وهذه ما يقولوهاش ما مناطق الدل راهم يقولوها منطقه السوداء اي رانا توجور رانا رانا غير في مسيسه راك كثره كيما نقولوا حنا راهي منقوسه بزاف ما مازال راه خاصها مشاكل كيما نقولوا ناقصه صوالح بزاف من دروك سيط الاسعاف ما كانش هذه الاولى وهذه مستوصف ما كانش كاع ما كانش ما كانش هنا كاع في المسيسه وعلى راسه تروحي روحت الاخر خاصه بزاف صوالح ايادرو دروك الله يرحموك الله يرحمك من يمرض غريان ولا نقولو حنا المراه تكون بالحمل ولا حاجه نقعدو نحوسو شكون يديها مي تهود المسيسه مبلعين ما يخدموش في الليل نهودو البطيوه البطيوه شو يقول يقولك يقول روح ديها للمحقول ما با ما سياره اسعاف حتى في بطيوه. ها هو قال الطريق تطريق لابيس هاك شوف لابيس شوف كيف صار الحياه. الغاز مازال ما يدخلوناش الغاز انا ما غبنا. ما كانش اللي يستعرف بينا حنا كاع في البقعه هنا. جات الطريق تروح غادي جات حبوبة تروح غادي المشاكل بزاف ماشي بزاف نورمالمون ما ماشي بزاف عندنا التريسنتي ما عندناش والغاز فايت حدنا مكاش وما استفدناش التريسنتي الفوطويات الوعود كثيره والخدمه مكاش كارثه من نهودوا للدايره ولا نهودوا ولا نهودوا للبلديه يقول لك صاي صاي انتوما صاي اللي يجي وعدنا اللي يجي وعدنا ويروح ما يعاودش يدور اللي يجي اللي يجي البلاصه يوعدنا نهار الفوطي يجي نهار كيقول كي لهم من ثم ما تشوفوش بناتي من يحل يكون الظلمة من يخرجوا يخرجوا في الليل والهو هاكا يجونا في الليل العقرب بالليل فوعيجو بزاف وما تروح للشاف دايرة ولا الميل يقول لك انا خويا قارع حنا انا بستين عام هنا مورانا وسكاني الترمي مع ما تحت لتحت وحنا بان والو بالنسبه لتسويه العقار زعما تبان لي بلي, بلي حاجة ما حاجه زعما سهله فيها دراسه فيها كيما نقولوا حنايا بحث فيها تحقيق فيها وهذا الاجراءات ما رايش كيما نقولوا حنايا حابسه لدرجه ان ما نجموش يسووا الوضعيه تاع المواطنين ولكن هي راهي في حيل الانجاز راهي على مستوى الدائره بطيوه دروك كيما حنا باش نديروا الغاز اللي يكون كاين اللي يكون انجاز تاع الصرف الصحي باش عادك نجمو نديروا نوفروا الغاز المدينه وهذو كاع كنا راهم في طور الانجاز الاجراءات باش دروك تت كيما نقولوا حنايا تسهل الانجاز تاعها لي بروسيدور راهم شويه طور باسكو دروك ما راش غير غير الغاز اللي راه تحت الارض ولا غير الماء اللي راه تحت الارض راه كاين الخيطان تاع الريزو تاع الانترنت راه هادو ودروك راه مصروف دروك حنايا باش نديرو لي فواري ونكملو آه لي قدام نكملو خدمتنا كان بكري شويه فوضى بصح دروك الفوضى كملت دروك كلشي بالتدريج زعما أنا يعني على بالي بلي, بلي المواطن يتقلق بصح لا غالب تسمى داك مادام عندهم عندهم نقص في الصرف الصحي ومادام عندهم نقص في الكهرباء ومادام عندهم نقص في الاخر هذاك لي ليفواري دائما الجمعة مع التالي تالي كاع لي ريزو يكونوا ستابل باش نجمو نديرو طرقات زعما راكم تبان لي المواطن يوافقني في هذا التصريح